يعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للرأي العام ما يلي: رفضه التام لهذا العرض المحتمل والذي سيكون تعميقا للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات، وتكريسا للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، وإلحاحه على المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية لأطر عليا تحمل دواليب الإدارة على أكتافها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. فاطمة بن عدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة. اليوم الاتحاد كينظم هذه الندوة الصحفية تحت شعار الحكومة والشركاء الاجتماعيون، مطالبون بإنهاء 20 سنة من الحيف لطهيئة المتصرفين، يعني في إطار الحوار الاجتماعي. طبعا هذه الندوة هي من أجل بعض الرسائل للحكومة والمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، للحكومة لنقول لها بأننا مصرون على ملف هيئة المتصرفين على تسويته عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف، وأنه لم يعد هناك من مبرر ولا من المنطقي أن يتم يعني الاستمرار في تجاهل هذا الملف، وليس هناك أي مبرر مهني للاستمرار في تجاهله. هناك خرق حقوقي في هذا الملف، وبالتالي وجب على الحكومة أن تنكب عليه بشكل خاص كما فعلت مع باقي الفئات. طبعا المطالب هي معروفة، هي العدالة الأجرية، يعني كل مطالب القاعدة ديالها هي العدالة الأجرية والمساواة مع باقي الفئات المهنية المماثلة، هي إضافة درجتين، هي مراجعة منظومة الترقي الخاصة بالهيئة، هي إنصاف بعض الفئات الموجودة داخل الهيئة، وعدد من المطالب التي توجد ضمن الملف المطلبي الذي تم وضعه لدى الحكومة. أيضا رسالة موجهة للمركزيات النقابية على أساس أنها مشاركة في الحوار، وأنه يجب على المركزيات، على إخواننا في المركزيات أن ينتبهوا إلى أن ملف المتصرفين يجب أن يعالج على حدة كملف فئوي على غرار باقي الفئات، على أساس أو في إطار مراجعة شاملة للنظام الأساسي، وأن لا يكتفوا بتعويم هذا الملف داخل زيادة عامة للأجور أو لدرجة جديدة، باعتبار يعني هذه مطالب، هذه أمور سوف تهم الجميع، وبالتالي ليست تسوية لملف المتصرفين الذي له خصوصياته ومطالبه الخاصة على غرار باقي الفئات. أيضا نطالب المركزيات النقابية بالتفويض للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالمشاركة في الحوار الاجتماعي كما فعلت مع جمعيات مهنية لفئات أخرى، وأي تمييز في هذا الإطار نرفضه، لأنه ما دامت تفوض لجمعيات أخرى فمن المنطقي ومن الإنصاف أن يتم التفويض للاتحاد الوطني للمتصرفين أيضا، على أساس أن الاتحاد يضبط أو يعلم التفاصيل الدقيقة للملف، ويعلم حيثياته والإشكاليات المهنية التي يعيشها المتصرف، بحكم أنه انكب على دراسة هذا الملف أو للاهتمام بهذا الملف منذ أكثر من 12 سنة. طبعا المركزيات النقابية لديها ملفات أفقية كبرى، وسيصعب عليها الانكباب في تفاصيل ملفات فئوية، وبالتالي من المنطقي أن يتم تفويض الأمر للهيئات الممثلة لهذه الفئات إلى جانب النقابات. طبعا عبد الله اللالي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، انكبت هذه الندوة الصحفية على مجموعة من القضايا بطبيعة الحال التي نوقشت مع المنابر الإعلامية، ومن بينها قضية إشراك الاتحاد الوطني المتصرفين في الحوار الاجتماعي الجاري، وكجمعية مهنية بطبيعة الحال تناضل منذ أكثر من 10 سنوات من أجل إقرار نظام أساسي عادل منصف جواره العدالة الأجرية والمهنية. والاتحاد الوطني في خضم نقاشه خلال هذه الندوة أعلن على خطوة نضالية خلال هذا الشهر، يوم السبت 20 أبريل المقبل ستكون هناك مسيرة وطنية حاشدة
تحت شعار صرخة المتصرفين لإنهاء تسوية 20 سنة من القهر. هذه المسيرة الحاشدة ستكون بطبيعة الحال من جميع الأقاليم المغربية، بحيث أن المتصرفات والمتصرفين، خاصة المتصرفين المشتركين بالوزارات ومتصرف وزارة الداخلية، يتواجدون في كل المدن المغربية. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.